صباح الفل عليكم. النهارده ان شاء الله رايح مصر، هروح اخد طياره من زيرخ، ف اركب من دينجن اروح شافاوزن، ومن شافاوزن اروح على زيرخ فلوغهافن، مطار زيرخ، وبعد كده من مطار زيرخ انزل في اثينا اقعد ساعتين، وبعد ما اقعد ساعتين هبدل واخد طياره القاهره، مطار القاهره الدولي. شلت شوف هاوزن، هقعد هنا 10 دقايق، بعد كده هبدل عشان اخد القطر اروح على مطار زيرخ. متقسمة سكاشن، يعني أنا دلوقتي هركب محطة قطر في شافهاوزن، محطة رقم 2، تمام؟ بس هي بتبقى متقسمة سكاشن A و B و C و D وساعات E و F كمان، فأنا المفروض أروح للقطر بتاعي هيبقى من A و B، سكشن A و B هيروح على مطار زيرخ، بس لو ركبت مثلا في 2 برضو، بس ركبت مثلا C هيروح مكان تاني، فأنا وصلت B. القطر بتاعي انا لازم امشي دلوقتي. انا دلوقتي في القطر، القطر هيتحرك بعد 3 دقايق، بس انا النهارده كنت عايز احكي لكم ليه انا سبت مصر. لو انتم متعرفوش، انا درست هندسة، بكالوريوس هندسة في جامعة حلوة، وبعد ما خلصت الدراسة على طول اشتغلت في كذا شغلانة. اول شغلانة اشتغلتها كانت بعد الدراسة على طول، واشتغلت حاجة اسمها مهندس طباعة. مهندس طباعة ده المفروض انا اصلا كنت راح اشتغل مهندس ميكانيكا، عشان انا اصلا متخرج من ميكانيكا، بس مهندس طباعة ده بمعنى اصح عامل مكنة، يعني بتفضل واقف على المكنة 12 ساعة بالليل، وبعد كده يومين في الأسبوع، وبعد كده 12 ساعة الصبح، 2 يومين في الأسبوع، وهكذا، وبعد كده يومين أجازة، تفضل تبدل كده. الحياة مكانتش ظريفة الصراحة، الشغلة كانت متعبة جدا، وكنت باخد فلوس قليلة جدا، يعني كنت باخد 1800 جنيه في سنة 2012، سنة بعد ما اتخرجت على طول، عشان اشتغلت بعد ما اتخرجت على طول. الحوار ما عجبنيش الصراحة، بعد كده قلت خلاص انا هدور على شغل تاني، هدور على شغل تاني، لغاية لما لقيت شركة. الشركة دي كانت بعيدة، عشان انا كنت ساكن في اكتوبر، الشركة دي كانت انا كنت ساكن في التجمع، وبعد كده الشركة دي كانت في اكتوبر في المنطقة الصناعية. رحت عملت الانترفيو على اساس ان انا هشتغل مساعد مدير انتاج. فانا قلت خلاص يعني ادور على شغل تاني، وان شاء الله ربنا يكرم. قلت لقيت شغلانه كده على النت وبتاع، قدمت الشغلانه، كانت الاعلان بتاعها جامد جدا الصراحه، ان هو انا كنت رايح مقدم على مساعد مدير انتاج. قلت خلاص دي شغلانه حلوه ليها مستقبل، يعني لو اشتغلت مساعد مدير انتاج كام سنه كده ان شاء الله ابقى مدير انتاج. الحوار ان كانت الشركة دي كانت في 6 اكتوبر، وانا كنت ساكن في التجمع، معنى الكلام ده ان انا كنت لازم كل يوم الصبح تقريبا اسافر اسوق العربية 80 كيلو، 85 كيلو لحد الشركة وارجع تاني. طبعا انتوا عارفين دائري من التجمع ل 6 اكتوبر في الصناعية كان حوار، كنت بسوق في اليوم بتاع 3-4 ساعات من اليوم. فروحت اشتغلت هناك، المرتب كان احسن شويه، كان 2200 2300، قلت ايش حلو. جربت الشغل وبتاع، طبعا انا عملت غلطه، انا ما حسبتش كل حاجه، كنت بسوق 3-4 ساعات في اليوم،
العربية طبعا كانت محتاجة صيانة كتير ومحتاجة مصاريف كتير، الفلوس اللي كانت بتيجي يعني كانت على قد صيانة العربية والبنزين. فاشتغلت هناك شوية 8 شهور، وبعد كده قلت لا دي مش جايبة، أما أشوف شغلانة تانية. المهم دورت على شغلانة تانية، قلت خلاص اشتغل في الكواليتي، الكواليتي أكيد فلوسه أحسن. عملت كورس ايزو بتاع ونجحت، خدت الشهادة، وبعد كده اتقدم اشتغل كواليتي اشورنس. رحت اشتغل في شركة كبيرة اوي في مصر معروفة، المرتب كان اكتر شوية 2500، برضو سنة 2013 تقريبا او اخر سنة 2013. بعد 3 4 شهور دي الشغلانة دي كانت حلوة بقى، عشان كانت جنب البيت، كانت في التجمع، المقر بتاعه كان في التجمع، فكانت شغلانة لذيذة يعني. فبعد شوية وبتاع ليه انت لازم تنزل موقع، ما عندناش مهندسين، عندنا نقص في المهندسين وبتاع، وانت هتنزل موقع وتشتغل مهندس كهرباء. قال لهم يا جدعان انا مهندس ميكانيكي، ما ينفعش اشتغل مهندس كهرباء، ومش عايز اشتغل مهندس كهرباء، دي حاجة مش هتفيدني في المستقبل خالص يعني. قال لي معلش احنا عندنا عجز وانت لازم تنزل. طبعا ما كانش قدامي غير ان انا اقول خلاص انا هنزل الشغل. نزلت الشغل، كانت في طريق السويس، فانا كنت لازم اسافر تاني من التجمع، حته كده قريبه من السويس، ساعتين على الطريق ولا ساعه ونص على الطريق. كانوا بيبنوا موقع، الشغلانه طبعا كانت حاجه تبع الجيش كده، فكانت شغلانه طبعا مرهقه جدا، كانت في الصحراء وبتاع، مفيش اكل مفيش شرب مفيش حمام. الحمام طبعا كان حاجه زباله، كان كهربان كده اللي هو يعني تعامل انت. الشغل كان 10 ساعات اقل حاجة، لغاية 12 ساعة. قعدت اشتغل في الشغل بتاع 8 9 شهور، وبعد كده وانا بشتغل قلت ايه ده، في حاجة غلط، انا مش هينفع اكمل كده، دي مش جايبة همها وفرقة على الفاضي، اكيد في حاجة تانية احسن. بس فانا في الشغل قلت خلاص ادور على، انا عايز امشي من البلد دي، انا مش هكمل هنا. تحس ان الناس مجانين، بيدوك فلوس اصلا ما تكفكش اكل وشرب، بيفرقوك شغل، فاكيد في حاجه غلط. فانا قلت ايه، انا عم انا عايز اروح امريكا، انا عايز اروح نيويورك، ابتدي بلد النجاح، بلد الشانس زي ما بيقولوا. بس فقلت خلاص انا هعمل حاجه اسمها فاندمنتال انجينيرنج، وبعد كده اعمل بروفيشنال انجينيرنج. فاندمنتال انجينيرنج دي حاجه زي المعادله بتعادل شهادتك كأنك درست في امريكا يعني. انت لو معاك الشهاده دي ممكن تعملها في مصر على فكره، ممكن تعملها في الاي سي او حاجه، تعمل فاندمنتال انجينيرنج، تمتحن في كل المواد اللي انت درستها في هندسه يعني. انت لو درست تقريبا تمتحن في 12 13 ماده حاجه كده او اكتر كمان، الامتحان بيبقى 5 6 ساعات في كل حاجه انت درستها، كله طبعا مالتيبل تشويسز. ولو نجحت بتاخد الشهادة، قلت خلاص انا لما اخد الشهادة دي لما اجي اقدم على شغل في امريكا هيلاقي انا عندي فاندمنتال انجينيرنج، فالحوار هيمشي. فقلت خلاص انا ابتدي اعمل الشهادة دي واذاكر وبتاع، وبعد كده ان شاء الله لما انجح اسافر، اشوف اسافر ازاي. المهم قعدت اذاكر احضر الامتحان 3 4 شهور، دخلت الامتحان في الاي سي وللاسف صرت. طبعا كنت حزين جدا، كنت عارف اعمل ايه، قلت خلاص انا هعيد الامتحان دلوقتي لما انجح، ان شاء الله تاخد 10 مرات هعيد دلوقتي لما انجح. طبعا كانت مصاريف وبتاع، بس قشطة، قلت يلا ما هي كده اصلا يعني، مفيش امل تاني. فانا رايح الجامعة بتاعتي، جامعة حلوان، عشان اجيب الورق لقيت اعلان تاني ان في جامعة تانية في المانيا ممكن وبتاع. قلت بص حلوان ولا ايه، عشان اجيب ورقة تاني وعشان اعيد الامتحان تاني محتاج ان انا اجيب شهادة فيها باقي درجات وحوارات كده. فروحت الجامعة لقيت ان في فرصة ان انت ممكن تدرس برنامج ماجستير للمهندسين اللي هم ليهم علاقة بكهرباء، قلت وعايزين يدرسوا كمان كهرباء ومانجمنت يعني سيستم انجينيرنج انجينيرنج مانجمنت. فقلت قشطة، انا كده كده ميكانيكا طبعا ماليش دعوة بالكهرباء، بس انا كده كده مش هقعد في البلد دي، كهرباء كهرباء، اعمل ماجستير كهرباء وامشي. المهم طبعا قعدت في حاجة، في قبل ما تعمل الماجستير ده طبعا كان درجاتي زي الزفت، طبعا انا جاي مقبول اصلا في ميكانيكا،
قلت خلاص. رحت كلمت الناس يبتدي في الماجستير وبتاع ويقولي انت رفضك وحشة وبتاع لكن تعمل حاجة اسمها بريماستر. بريماستر بتاخد كذا مادة، بتاخد ماثيماتيكس وبتاخد فيزيكس وبتاخد اوتوميشن وبتاخد كذا مادة، يعني انت لازم تجيب فيهم كلهم درجة حلوة جدا، امتياز، لازم تجيب فيهم كلهم امتياز، لو جبت فيهم امتياز تقدر تكمل وتعمل الماجستير. طبعا ابتديت قلت خلاص مش مشكلة، ابتديت وقعدت اذاكر وبتاع وروح الجامعة واجي وروح الشغل وروح الجامعة الشغل ده، نجحت جيت امتياز. اكمل لكم بيت القصة لما اوصل المطار ان شاء الله، المفروض احضر نفسي عشان نازل دلوقتي. لسه نازل المطار، مطار زيروخ ده من احسن المطارات اللي ممكن تشوفها في حياتك، مطار صغير كل حاجه مترتبه كل حاجه نظيفه وكل حاجه غاليه جدا. المكتب اللي ورايا ده ممكن تشتري منه تجهيزات عشان خاطر احسن البلاد اللي انا شفتها يعني في قاره اوروبا هي سويسرا، من حيث الجمال والشغل والمرتب، المرتب خرافي. يعني لو مهندس بياخد 50,000 في المانيا هياخد في سويسرا 100. اروح اقعد في ستاربكس اشرب اي حاجه بسرعه كده قهوه قدام نص ساعه، المفروض ادخل اعمل الاوفيشال تشيكن اللي هو ادخل البوابة الأخيرة اللي هو بعديها مينفعش اطلع، هروح في ستاربكس كده اخد قهوة سريعة واكملكوا القصة. احنا كنا وقفنا عن ان انا نجحت في البريماستر واتقبلت. فانا كنت وقفت قلت لكم عند لما كنت نجحت في البريماستر. بعد ما نجحت في البريماستر كنت فرحان جدا طبعا، قلت خلاص الدنيا اتحلت واتقبلت في الماستر وهقدر اسافر. مش هقدر اسافر امريكا بس هسافر بلد اوروبيه، بلد جامده جدا، اقتصادها عالي، الكواليتي اوف لايف بتاعتها عاليه، فكنت مبسوط جدا. بس اللي حصل ان هم قالوا ان البرنامج ده اتلغى. طبعا انا قلت خلاص، يعني كل اللي انا عملته ده راح في الهواء، كنت متضايق جدا بس انا قلت اكيد في حاجه غلط. فكلمت الجامعه في المانيا، اتصلت بيهم، بعت لهم ايميل قلت لهم انا عملت البريماستر والبرنامج اتلغى بس انا برضو عايز ادرس عندكم، لو في اي امكانيه لو سمحت كلموني عشان نفسي اكمل. وحصل، بعت لهم ايميل، بعت لهم الشهاده البري ماستر، بعت لهم الشهاده بتاعتي بتاعت جامعه الحلوان، انا جايب مقبول اصلا، يعني حاجه فظيعه، درجات زي الزفت. بس اتقبلت. وبعد كده قالوا لي انت لازم تحضر الورق بتاعك وتحضر نفسك عشان انت المفروض تيجي تدرس معانا السمستر الجاي. السمستر اللي جاي كان بعد شهرين، وانا طبعا مش محضر اي حاجه، ما كنتش اعرف. وكان ساعتها في السفاره ان انت تاخد معاد في السفاره، ده كان حوار، يعني انت بتاخد معاد بيقعد شهرين ثلاثه عشان تاخد معاد، فما كنتش عارف اعمل ايه. اكمل لكم
بعد ما اطلع الطياره، عشان انا دلوقتي متاخر اصلا عشان انا بحكي لكم القصه دي، واول ما اوصل اثينز هحكي القصه ان شاء الله. لازم امشي دلوقتي، متاخر جدا، بس ان شاء الله هلحق. انا تقريبا عارف المكان، جيت من هنا قبل كده، فقشطة يعني، مش حوار. الجيتس البور. الله، عديت من البوردنج جيت. قلعوني ما كل حاجه خدوها بره من الشنط، حاجه سخيفه. طلعت الطيارة، مفيش حد هنا عشان كنت اخر واحد، فدي حاجة كويسة. انا دخلت الطيارة دلوقتي، ما كان المفروض ادور على الكرسي بتاعي وبعد كده اروح لأتلانتس. كرسي رقم 11 اهو. انا حظي طلع حلو، قعدت في احسن مكان في الطيارة جنب الشباك، وفي مكان نفذ رجلي. اسبوعي ساعتين وبعد كده اخد الطيارة بتاعتي الساعة 4 16 الساعة 16 اخد الطيارة بتاعتي. Please fasten your seatbelts now and pull them tight. Just before you sit in this family SS, ladies and gentlemen. بسطة وبعد كده ربط. وصلت للطياره في اخر دقيقه، حاجه بنت لذينة يعني. انا في الطياره اخيرا اصلا. وصلنا بعد رحلة 4 ساعات وطيارتين وقطرين. هنزل دلوقتي بقى واكمل لكم القصة عشان انا عايز اروح وتعبان، فاكمل لكم القصة بسرعة. دلوقتي بقى هكمل لكم القصه. بس كنت بقول لكم ان انا كنت محتاج اجهز نفسي، ما كنتش مجهز اي حاجه، وكنت محتاج ان انا اروح السفاره عشان اخد فيزا دراسه. طبعا ولا كنت مجهز ورق ولا كنت مجهز اي حاجه، وعشان اخد الفيزا دي محتاج اخد ميعاد، والميعاد ده هي اصلا بقى 3 شهور. طبعا قدمت، جه ميعاد. كان في تريك كده ان انت جالي ميعاد طبعا بعيد، كان في تريك كده ان انت تكلمهم وتقول لهم لو في حد وقع من الليست، لو في حد اعتذر، لو في حد مش عارف ايه، تقعد تكلمهم كل يوم
فانا قعدت اعمل كده كل يوم كلمه كل يوم كلمه لغايه لما فعلا بقى عندي ميعاد قبل ميعاد السفر يعني قبل ما الترم اللي هو على الترم بالظبط على بدايه الترم بالظبط. فلما رحت الميعاد وقدمت جهزت الورق وقدمت كل حاجه قالوا لي تمام كل حاجه تمام بس انت مش هينفع تسافر ومش هنديك الفيزا. ليه؟ عشان الترم ابتدى خلاص وانت قبل ما تسافر هتكون اتاخرت على الترم فانت رخص سفرك مرفوض. طبعا جالي احباط قلت هم اكيد مش عايزين اسافر والكلام ده بس طبعا قلت انا كده كده لازم احاول تاني ممكن يكونوا هم فعلا قصدهم عشان انا كده كده هتبقى متاخر على الترم اسبوعين ولا حاجه فمش هلحق. مهم اضطريت ان انا استنى ترم كامل في الترم ده قلت خلاص مصلحه انا اتعلم الماني عشان كنت مش عارف الماني خالص من الصفر والانجليزي اصلا بتاعي ما كانش حلو ساعتها يعني. فاستغليت الفرصة خدت أول ليفل في الألماني وقدمت تاني ورحت عملت الفيزا وفعلا الفيزا جات لي وفعلا اتقبلت لأن أسافر وجات لي فيزا السفر. تجيلك أول فيزا السفر دي في 3 شهور بعد كده لما تروح كطالب يعني ممكن تعملها بقى على حسب مدة الدراسة بتجددها كل سنة أو كل سنتين. فهذه كانت قصة البداية. وأصلا يعني الفكرة من كل القصة دي إن أنا أصلا كنتش عايز أروح ألمانيا الحوار ألمانيا دي جه حظي أنا كنت عايز أروح أمريكا بس الواحد لما بيسعى ربنا بيديه الأظن يعني وده كان مجرد توفيق يعني حاجة أنا ماليش أي يد فيها حاولت بس لكن أنا بني آدم عادي جدا. أنا بحكي لكم القصة دي عشان أحاول أشجعكم إن أنتوا تسافروا عشان أنتوا تحاولوا تدرسوا وتشتغلوا بره. الحوار بياخد وقت طويل بس هو مش صعب يعني الحوار خد مني 3-4 سنين بس قشطة كانت متعة الصراحة. بعد كده الحياة نفسها حلوة هنا في أوروبا يعني الكواليتي اوف لايف دي حاجة مهمة وحاجة حلوة ولو أنا عملتها أي حد في الدنيا بيعملها. عاملة إيه؟ هلو هلو وحشتيني والله أنت كمان حبيبتي ويلكم باك ويلكم